هدف جابه اللي هو جابه في السموحة، لأنه لما دخل عليه المدافع عداه، ولما عداه يعني قدر يحطها بطريقة جميلة جدا في الزاوية الضيقة. لاعب كويس، هدفه مع الإسماعيلي كان من الأهداف الجميلة، واللي هي يعني حط بصمة على طريق يعني حبه للجمهور ليه. يعني أنا شايف إن هو الهدف ده قربه قوي 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 من جمهور الأهلي. والله هو أهدافه كلها كويسة وحلوة، لأن هو بيلعب بالشمال وبيراوغ كويس جدا وبيخش ال 18. احلى حاجه بتعجبني في فيرستا حاجتين، ان هو بيتحرك كويس، اكتر واحد بيتحرك كويس في النادي الاهلي، والرقصه بتاعته اخر جون ورقصته الجميله، يا ريت يعممها كلها واحنا نعملها زيه.